انا استاذ محمد تنزلنا عن الكوميشن اللي هندفع عنها في الاهليه مقابل هنيجي سوهاج. احنا حبينا سوهاج واحنا سعداء ان احنا بنعمل سوهاج، شرف لنا الحقيقه. وسوهاج ما تتغيرش عن الاهليه معزه بالنسبه لنا، يعني سواء مولد او الاقامه. واحنا بس بنشكر معالي الدكتور رايم العميل المحافظ سوهاج، للحقيقه عامل جو الحقيقه اسري، يعني مقال بين القيادات كلها تنفيذيه وشعبيه والموجود في المحافظه. فالجو ده جو صحي الحقيقه، يعني وجودنا في هذا المؤتمر ده نجاح الاول للسياسه قبل ما نبدا المؤتمر، قبل ما يكون النتائج. فوجودنا واجتماعنا مع بعض النهارده تحت مظله السيد المحافظ الحقيقه عامل جو من الالفه وجو من الدهشه، وده اساس في تذليل الكثير من الصعوبات وتحقيق الامال وتحقيق الطموحات والنتائج بتيجي بالجو اللي هو جو الاسر اللي احنا بنتعامل فيه في سوهاج. ده بيزال كثيرا من العقبات وبيسر كثيرا من الانجازات الحقيقه. وصوره سوهاج الحقيقه دلوقتي اصبحت صوره مضيئه على مستوى الدوله كلها، اصبح الاستثمارات بتتجارى عشان تيجي سوهاج. الحقيقه الاعلام يمكن مسلط الضوء على سوهاج دلوقتي، وده بيعلن قيمه سوهاج الحقيقه. ده بس نبذه مختصره. نشكر الدكتور صفا محمود رئيس الجامعه الحقيقه على ايديه، الحمد لله الجامعه الجديده بتتفتح وفي انجازات كبيره وفي جو، حتى في الجامعه دلوقتي بقى جو ما فيش فيه خلافات وجو بيسوده المحبه والود. وبنشكر سيادته على كده، واحنا بنشكر الساده النواب على تشريفهم واهتمامهم وبلدهم ودعمهم للاجهزه الشعبيه والتنفيذيه في المحافظه. بنشكر اساتذه الجامعه كلهم والعاملين في الجامعه وابنائنا من الطلاب. الحقيقه يعني الجامعه امنيا، من الناحيه الامنيه عندنا مريحانا الحمد لله السنه دي، مش مشاكل ولا عقبات معينه، والامور ماشيه بسلاسه. ربنا يديمها نعمه علينا وعلى سوهاج وعلى كل القطاعات في سوهاج زي الجامعه كده، ونعيش في جو من الهدوء والسكينه. بنشكر جميع الحاضرين، لكن كان ليا تعقيب بس على كلمه الدكتور صفا بالنسبه للحراسه اللي موجوده عند الجامعه. طبعا